إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في تكساس ومؤتمر صحفي للشرطة للتحديث بشأن التحقيق في انفجار ليلة أمس فيهم في هذه الحادث وأيضا وفي هذه المنطقة. إذا كانت لديك أي فيديوهات أو كاميرات أو أجهزة مراقبة تمت مراقبة أو تسجيل هذا الحادث، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل أيضا عملية تحديد الأفراد أو أي صورة لعربة ما أو أثناء الهروب. كل ذلك يساعد في عملية التحقيقات. إذا كان لديكم أي فيديوهات، أقولها مرة أخرى، برجاء الاتصال بنا على الرقم 1529745110، ومن أجل إمدادنا بهذه الفيديو. هذه المنطقة ما زالت مغلقة حتى الآن من أجل تأمينها، ونتوقع أن يتم إغلاقها حتى الساعة الثانية إلى صباح اليوم أثناء هذا اليوم مرة أخرى. فنحن لدينا العديد من التحذيرات لكل القاطنين في هذه المنطقة، وأن هناك عملية تأمين شاملة لهذه المنطقة في هذه المشهد الذي وقعت فيه مسرح الانفجار، وأن ذلك يستغرق بعض الوقت من خلال الفنيين ومن مكتب التحقيقات الفيدرالية للوقوف على تفاصيل الحادث. ما أستطيع أن أتحدث عنه الآن هو تحقيقات معلومات أولية عن الحادث. لقد شاهدنا بعض التشابه بين الجهاز الذي انفجر بالأمس والذي انفجر في أوستن في الثاني من مارس. هذه معلومات أولية، ولكن وجدنا فقط بعض التشابهات ما بين أجهزة التفجير التي حدثت في هذا الموقع هذا الجهاز وما حدث في أوستن في الماضي، ولكن هذه كما قلت معلومات أولية، وسنوافيكم بكل التفاصيل عند معرفة الحقيقة. ما أريد أن أؤكد عنه هو أيضا عملية تأمين هذا المجتمع والذي يستغرق بعض الوقت، وأيضا عملية التحديث. في الماضي كنا نتحدث عن أهمية عدم التلامس أو تبادل الحقائب وتداولها بصورة يجب أن يكون هناك حرص أيضا لاستخدامها. هناك بعض المستويات من المهارات ومن العمليات المعقدة التي تتم داخل بعض الأماكن، ومن ثم يجب أن نكون على حذر من التعامل مع أي حقائب أو أي أجسام، ويجب عدم الاقتراب منها وإبلاغ الشرطة فورا في حالة الشك أو حالة الاشتباه في أي حقيبة دون وجود مالك أو شخصها. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم وقاع المؤتمر الصحفي من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في تكساس، وهذا المؤتمر الصحفي لشرطة تكساس حول حادث الانفجار يوم أمس. وكان هناك حديث عن ما إذا كان هناك أي فيديوهات من الممكن أن تفيد في هذه التحقيقات الخاصة بهذا الانفجار الذي حدث يوم أمس، وطلب إرسال أيضا هذه الفيديوهات بأسرع وقت ممكن. وبحسب المعلومات الأولية، حدث هذا الانفجار ونتج عن انفجار جهاز لم يتم ذكر الاسم تحديدا له، وسيتم أيضا الإفادة بكل التفاصيل حسب قوله في هذا المؤتمر الصحفي. وأكد على أنه لابد من أن يكون هناك ضرورة كافية لأن يكون هناك حماية للمجتمع وإبلاغ الشرطة بأي حالة لاشتباه بأي قنبلة أو بأي حالات اشتباه، لابد أن يكون هناك إبلاغ للشرطة. إذن كان هذا هو المؤتمر الصحفي لشرطة تكساس من الولايات المتحدة الأمريكية.